استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الامريكي. ضم الوفد السناتور لينساي جراهام عضو المجلس الشيوخ والسناتور روبرت منديز رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ بالاضافه الى عدد من مسؤولي واعضاء اللجان بمجلس النواب والشيوخ وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجيه. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم. شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي وقيادات الكونغرس الأمريكي وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشراكات الأمريكية في مصر حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الدينية وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التباحث حول العديد من الملفات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا. وخلال اللقاء تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. وتطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه. كما أكد الرئيس السيسي من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.